حذر محمد توفيق علاوي رئيس حزب المنقذون من قتال شيعي شيعي يسببه الانقسام السياسي بشأن إجراء الانتخابات أو تأجيلها، مؤكدا لبرنامج مع ملا طلال أن انسحاب الصدر أظهر تشفي بعض الجهات السياسية به. هو جهة في الشارع الموجودة على الأرض هو التيار الصدري. انسحاب التيار الصدري لو صارت، يعني الآن في تصوري لو مشت الانتخابات والتيار الصدري ما شارك بالانتخابات ومدخل بالعملية السياسية، أنا أتصور المستقبل جدا خطير، جدا خطير. ليش؟ لأن هذا وجود قوي ومؤثر ووجود في الشارع جدا قوي، وصار الأسلوب التعامل معه بأسلوب نوع من مو بس التهديد، نوع من أنه التشفي أنه عدم مشاركته. هاي قضية جدا خطرة، وأني ما أستبعد، يعني تعرف التيار الصدري تيار قوي ومؤثر وتيار ممكن أن يقلب كل المعادلة، وبالشارع أقوى جهة في الشارع العراقي هو التيار الصدري.